تجربه في المانيا لمده 8 سنين بعد الدراسات العليا، واكتيومون دخلت للمغرب هذه واحد السنه تقريبا، وجي كري لا سوسيتي ديالي هي بيرو دو كونترول ميدي ليفت ديال مراقبه المصاعد ولي طابي رولون والاسكالاتور. بالنسبه لنا حنا الدور ديالنا في المعهد هو اننا نشهروا البيرو دو كونترول ديالنا ولو سيرفيس اللي كنعطيوه للناس، سواء كبروموتور او سانديكا او زوار للمعهد ديالنا، وكنحاولوا نحسهم بالضروره ديال لو كونترول. يعني قبل ما يوقع شي مشكل في لاسونسور حنا كنشوفوا لي زانومالي اللي كاينين، كنحاولوا نتنبؤوا بلي تيست ديالنا وبلي زيكسبيرتيز ديالنا، يعني المخاطر اللي قد يوقعوا في لاسونسور. ومن هذا المنبر هذا كنحاولوا اننا يعني نحثوا الناس على الضروره المجبره ياك سي انهم يديروا لي كونترول ديالهم. السلطات ولا من القوانين اللي كاين بالنسبه للقطاع في المغرب الحمد لله كاين واحد لو ديفلوبمون، كاين بزاف ديال الشركات اللي خدامين في المغرب اكتويلمون، مي تعزيز القطاع خاص اولا تكون واحد المراقبه من طرف الدوله وتقنين لو كونترول اون جينيرال ديال لاسونسور، حيت لاسونسور سيت موان دو ترونسبور بحال السياره، اي خاص ضروري واحد لو كونترول على الاقل واحد المره في السنه باش تشوف ليطا تكنيك ديال لاسونسور اي كومو سا فونكسيون. حنا اغلب الناس عندهم واحد التخوف من المصاعد، ربما يقدر يطيح بها، ربما هذه، ربما هذه، وحنا الدور ديالنا بوغ ايفيتي هذه المشاكل كامله، سواء مشاكل تقنيه او بسيكولوجيه المستخدمي المصاعد، كندير واحد لي تيست ديالنا وكنحاولوا اننا نافونسيو في هذا القطاع في المغرب ان شاء الله، ونتمنوا ان نكون عندنا حسن الظن ديال الزوار في المعايض. بالنسبه للمشاركه ديالنا هذه اول مشاركه في هذه ليسيون السابعه، وكنتمنوا اننا نافونسيو في القطاع ديال لو كونترول اون جينيرال في المغرب وخاصه في قطاع المصاعد.